القسم الرابع ما كان ناسخا للقرآن، السنة ينسخ بها القرآن، وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهذا نسخ لقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فهو نسخ لقول الله تعالى: واللاتي واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذا السبيل هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا.